عودة ل10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. الحقيقة في ناس كتير جدا مننا بيحبوا يتابعوا رياضة الفروسية، لأن هي في الأول وفي الآخر رياضة شيك جدا، فيها قدر كبير جدا الحقيقة من الرقي. أكيد أغلبهم مش عارفين قوي تفاصيل هذه الرياضة بما فيها كيفية تدريب الفرسان أصلا، وكمان أنواع المنافسات المختلفة. ودي فرصة عظيمة بقى بالنسبة لنا في الفقرة دي إن احنا نتعرف على كل هذه التفاصيل من خلال ضيفتنا العزيزة اللي منورانا في حلقة النهاردة، الأستاذة آية عيسى، وهي مدربة التقاط الأوتاد. يا صباح الفل عليكي واهلا بيكي. صباح الخير، ازيك؟ صباح الخير. اي انت مش مصريه صح ولا مصريه؟ مصريه مصريه. لا شكلك مصرية. ولا الاكسنت مصريه صح؟ مصريه مصريه. طبعا بصي قبل ما نبدا اي حاجه تاني هرجع اقول ان كان معانا برضو نموذج امبارح للمرأة المصريه اللي بتروح وبتشتغل او بتقتحم مجال مختلف وبتنجح فيه، مش بس بتقتحمه لا بتنجح فيه. فبنتكلم هنا عن الفروسيه والتقاط الاوتاد اصلا، ودي حاجه اي ثينك ان هي مش مسبوقه قوي او ما فيهاش، مش كومن للبنات صح كده؟ خلينا نبدا من هنا، انت ايه اللي حبيبك اصلا فيها واشمعنى التقاط الاوتاد؟ ونشرح برضو للساده المتابعين يعني ايه اصلا التقاط اوتاد، اكيد في ناس مش فاهمه. ايوه طبعا، التقاط الاوتاد هي مهاره استخدام الاسلحه من فوق الحصان، والاسلحه نوعين اللي بنلعب بيهم اللي هم رسميين يعني نقدر نستعملهم، السيف والرمح. اوكي. السيف سيف حقيقي يعني حديد وطوله مثلا بنتكلم في 90 سنتي او حتى 110. ده بتلعبوا بيه؟ بتتمرنوا بيه؟ حقيقي؟ حقيقي. او رمح وده طوله مثلا 2 متر وازيد طبعا، لحد 2 متر ونص، اللي هو زي الحربه يعني. بس ده صعب قوي ده. كل حاجه صعبه لو مش متقننه مظبوط او لو انت مش متعوده عليها. انا ليه دخلت التقاط اوتاد؟ لان انا بركب خيل من عندي 4 سنين. فاول لما اقترحوا فكره انه بنت تمسك سلاح ونقدم فقره قدام رئيس الجمهوريه او كنا قدام المشير حسين طنطاوي الله يرحمه، فكنت انا من اول البنات اللي اقتحمت الموضوع ده وعجبني جدا وحسيت نفسي فيه. هي طبعا تبقى بتحسي هي موهبه ولا انت محتاجه تمرين اكتر. فالحمد لله كان كل الناس بتقول ان انا عندي التالنت دي، فكملت بقى فيها ونسيت خالص القفز ونسيت الفروسيه. في حد من العيله مثلا فارس او فارسه؟ أخويا يعني الباشن ده ابتدى منين؟ اخويا الكبير بيركب بخيل، هو لحد دلوقتي عنده اكاديمي بتاعته وكده بيمرن قفز. فطبعا انت فاهم اي عيله الاخ الكبير لو بيلعب حاجه على طول بقيه الاخوات وراه. فانا البنت بس الصغيره. بس هي حاجه امنه ان تكون المنافسات بسيوف حقيقيه ورماح حقيقيه؟ بالظبط. اي حاجه، ما هو كنت لسه بقول طبعا هي مش يعني ده سيف فعلا، ده سيف حقيقي. حاجه امان طالما بتستعملها بالرولز مظبوطه. اوكي. فبتبقى يعني كل الرياضات فيها مخاطر، اي رياضه حتى لو الجري فيها اكيد مخاطر على بطبيعه الحال طبعا. بالظبط، لكن طالما بتستخدم الرولز مظبوطه بيبقى المخاطر اقل بكتير بكتير يعني. بس اصل هنا الخطر يعني خلاص. ما فيهاش بقى. الله ممكن يبقى فيها وقعات. لا يبقى فيها فيها طبعا فيها وقعات، بس اول ستابس بنعملها يعني انا كمدرب اول ما ببتدي امرن حد بعلمه الاول يعني ايه سلاح عشان يبقى مقدر هو ماسك ايه في ايده وان دي حاجه مش لعبه. تاني حاجه بنعلم الناس لو لا قدر الله هو هيقع لازم اول حاجه يعملها ان هو يرمي السلاح بعيد عنه عن الحصان. عن الايريا اللي هو حتى هيقعد فيه هيقع فيها. فدي بتبقى اسهل حاجه بالنسبه لنا يعني. طيب هي اصلا التقاط الاوتاد هل هي حاجه راجعه للعصر الفرعوني؟ لان احنا كنا بنشوف برضو على الجدران معابد وكده حاجات زي كده، هل اصلها فرعوني؟ مش عارفين بالظبط هي اصلها ايه. احنا لحد دلوقتي بنقول يمكن قدمائنا المصريين لعبوها ويمكن لا، احنا متلخبطين بين شكل العصايه اللي كانوا اللي كانت على الجدران فعلا، هل هي رمح ولا لا. لكن هي مينلي كانت في شرق اسيا وكانوا بيستعملوها علشان يقتلعوا الاوتاد بتاعه الخيم في الحروب. أوكي. فكانوا بيخلوا مثلا اثنين بالظبط، يخلوا مثلا اثنين عساكر يجروا قبل ما الناس قبل ما يقتحموا يشيلوا الاوتاد دي عشان تسهل عليهم ان هم يدخلوا لحد بس الخيمه. ده ما ينفيش بقى طالما في رسومات على جدران بعض المعابد ان كده كده يعني في كل الاحوال المصري القديم
عمل كل حاجه غالبا على ظهر الفيلم، مفيش حاجه ما عملهاش صح، بحكم حتى الحروب دي كانت آلية الحرب في ذلك الوقت. انت عارفه احنا بنعتقد كده جدا، لانه الكومن الرسومات بتاعتنا هتلاقيهم واقفين على عربيه والفراعنه بيستعملوا القوس والسهم، وتشيز ان هم عارفين يستعملوا اسلحه من فوق الحصان. فطبعا وارد جدا يعني جدا. اي انت يعني حصلتي على كاس العالم، نتكلم 2018 و19، لا خلينا نتكلم اكتر عن البطوله دي وقبل البطوله كمان، كواليس قبل البطوله مش البطوله بس نفسها. الفكرة أنه كاس العالم عادة بيتلعب بأقوى المنتخبات طبعا في العالم كله بتلعب الرياضة دي، وإحنا أقوى ناس عندنا الأبطال بتوعنا أبطال الرجالة بصراحة في الفروسية يعني إن جنرال ولا في الأوتاد؟ في اللعبة دي بالأخص طبعا، لأنها لعبة مش هقول ذكورية علشان أنا أكيد فيمنست وبشجع البنت إن هي تلعب، لكن الرجالة طبعا أقوياء وإحنا الأبطال بتوعنا بصراحة مرعبين ده بجد. يعني في أي مكان بنروح في أي بطولة الناس مرعبين. على الصعيد العالمي كمان ولا مرعبين مننا فينا؟ على العالمي ده مننا فينا ده حوار بجد عالمي. يعني لما نعوز نخض حد مثلا ممكن ننزل محمود زقزوق ده بطل العالم. في الدورات الأولمبية لما بتشوف فيها منافسات، وبالمناسبة برضو فرصة نتعرف منك على أنواع المنافسات في الفروسية، على استحياء شديد لما بتلاقي حضور عربي أصلا، علما بان كمان منطقه الخليج انت عارفه الفروسيه ليها بعد ثقافي وموروث عندهم من زمان. هي الفكره كلها في الاولمبياد طبعا القفز هو اللي متصدر فيها. فالقفز بيحتاج حاجات معينه، بيحتاج خيل معينه، الخيل دي بتبقى غاليه جدا جدا جدا. طبعا احنا تاهلنا للاولمبياد بعد 60 سنه بفضل طبعا المهندس هشام حطب ورئيسه الاتحاد المصري للفروسيه، حقيقه كان عامل مجهود جبار عشان مصر تتاهل، واحنا كنا فرحانين جدا انه مصر ابتدت تاني تظهر في الصوره في الاولمبياد كفروسيه. لعبتي لسه ما دخلتش الاولمبياد، بس احنا في طريقنا ان احنا ندخل، احنا خلاص بنشتغل على آلية تطوير انه دول كتيره تلعب. في دول طبعا بتخاف شويه من الاسلحه ومن اللعبه، فاحنا بنحاول ان احنا نفهمهم ده ونقنن لهم اللعبه عشان ما يبقوش خايفين. وفعلا كانت امريكا في الاول بتخاف، وامريكا بتشارك، امريكا شاركت في اخر كذا بطوله دوليه، وشاركت مشاركه حلوه جدا يعني مش وحشه. فالحمد لله اللعبه بتاعتنا في طريقها للاولمبياد، بس احنا لسه شغالين على ده، لكن مؤكد اذا ان شاء الله دخلت مؤكد هنتألق. مصر. طبعا. طب بكمل لنا بقى كاس العالم، ان انت ما كملتيش كاس العالم. اللي الناس ما تعرفوش انه مصر، هو كاس العالم اتلعب في لعبتنا 3 نسخ بس. اول نسخه خدته جنوب افريقيا، وهي طبعا من اقدم الدول اللي بتلعب التقاط اوتاد. النسختين اللي بعدهم مصر، كان في نسخه هنا على ارضنا اخذناها كانت غالبا 2014، والنسخه اللي بعدها كانت 2018 في ابو ظبي. كاس العالم بيبقى على خيول مستعاره، اي بطوله دوليه عندنا احنا التقاط اوتاد على خيول مستعاره مش خيولنا، يعني ما بنسافرش بخيلنا، احنا بنسافر بشخصنا وسلاحنا. وعاده في دول ما بتطلعش الاسلحه، فبنضطر نستلف مثلا من هناك، مش احنا الحمد لله على طول التصاريح بصراحه مصر بتسبورت، فبنطلع عادي بالاسلحه. كان كاس عالم خطير. انا هم كانوا 4 لعيبه وانا اللاعب الاحتياطي. ده من مصر 4 يعني مصر لازم نبقى 5 بس، يعني ده معناه ان في كذا عنصر عندنا، كذا بطله في الرياضه دي تحديدا. لا كانوا رجاله وانا الخامس الاحتياطي. انا كنت عايزه افرح. طب يعني ما فيش غيرك يا ايه؟ لا 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 طبعا في بنات. انا مدرب القوات المسلحه سابقا، فالقوات المسلحه فيها فريق طبعا نسائي مش قليل. الشرطه فيها فريق، هو مين اللي بيلعبوا الهيئات في مصر كلها هيئات عسكريه، سواء قوات مسلحه او شرطة أو حرس جمهوري. إلا أنت دخلتي بره. أنا اللي وعملت أكاديمي وبقيت حاجة مدنية عشان أساعد ناس كتيرة تدخل، لأنه الناس بالنسبة لها أدخل القوات المسلحة أشيل سلاح أخاف. يعني برضو عايزين نتعرف يعني أكتر على شخصك وعلى خلفيتك وعلى دراستك. كلها مختلفة عن بعض، ملهاش أي علاقة بالموضوع. أنا اتخرجت من الأكاديمية البحرية ماسكوم إعلام. وطبعا كان نفسي جدا ان انا ابقى حاجه ريليتد يعني بدراستي. بس دايما اي بطل بيبقى متالق في رياضته
لازم بيطلع في الاخر يشتغل في حاجه ريليتد للفيلد اللي هو فيه، ما بيعرفش ان هو يطلع بره. فخلصت ماسكوم، بعد كده فضلت بقى في اللعبه، يعني عملت بزنس صغير لنفسي بره اللعبه، لكن هي اساس اللعبه، يعني شغاله على نفسي طول الوقت في الرياضه اكتر من اي حاجه تانية. طب انت برضو كنت قلتي اخوك الكبير فروسيه ولا برضو التقطت اوتاد؟ لا فروسيه. فروسيه. احنا عندنا اسامي على فكره مصريه كتيره جدا في الفروسيه. ايوه يعني طبعا. بس بيلعبوا دلوقتي باسم مصر ولا معظمهم بيلعب باسامي دول اخرى؟ لا 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 لسه طبعا، لسه عندنا ابطال يعني كتيره. يعني في كريم جداً. الزغبي بيتهيألي عندنا ابطال كتيره جدا بتلعب لسه طبعا باسم كان مصر، اسماء يعني زمان جداً. مشهوره كتير. اكتر زي اندريا السكاكيني يعني في اسماء اللي هم يعتبروا هم الليجندز المصريه في اللعبه دي. كتير طبعا طبعا. يعني الناس دي دلوقتي كل نادي حتى لو كبير جدا بيستعين بيهم ان هم يدوا حتى محاضرات للفرسان الصغيرين. طبعًا. طبعا ده لازم. لكن احنا في التقاط اوتاد احنا مختلفين. طب لو انت بتتكلمي من منطق ان انا عايزه ننشر اللعبه دي اكتر والرياضه دي اكتر، طيب ايه اللي بتعمليه؟ ازاي بره بموضوع الهيئات ازاي ممكن توصلي للبنات العاديه، على يعني بتكلم على مدنيا، يعني ازاي ممكن توصلي ده؟ لان برضو الثقافه مش اي حد هيخلي بنته تروح. دلوقتي في خطه تطوير من الاتحاد المصري للفروسيه بصراحه، يعني الاتحاد بيحاول جديا انه الموضوع يكبر. فلما يبقى عندك مكان مدني او اكاديمي لوحدها بتقدري تخاطبي نوادي كتيره، تقدر ان هي تدخل او تبعت لك ناس تقدر ان هي تتمرن الرياضه دي عشان توسعي القاعده العامه. طول ما انت بتحاولي توسعي القاعده العامه فهتوصل للجمهوريه كلها. احنا في مصر كام واحد بيلعب؟ حوالي 60 واحد 70 واحد في مصر كلها. ده قليل قوي. ما هو برضه يتماشى مبدئيا كده مع فكره ان احنا بنتكلم على الرياضه برضه ليها متطلباتها ومكلفه بالنسبه لناس كتير اكيد. مع الفروسيه رياضه طبعا مكلفه، بس حتى كلبس طبعًا بتتكلف طبعًا. ده طبعا. لكن رياضتنا احنا لا، احنا بنستخدم تايب خيل سهل جدا، الخيل اللي هو البلدي زي اللي بتشوفوه عادي في الشارع. مش بنتطلب خيل اجنبي، مش يعني انا عندي حصان عربي ده ملكي انا مثلا. أوكي. عندي كيف ان انا اركبه، لكن أوكي. معظم الناس لا طبعا ما بتركبش عربي، ما بتربيش عربي. فاحنا رياضتنا احنا مش مكلفه. ايفن لما بنسافر بره بنسافر احنا بالسلاح، يعني حتى ما بتحتاجش ان انت يبقى عندك مصاريف كبيره تجيب. لكن يعني هل للرياضه دي مثلا في اتحاد مصري للفروسيه مش كده برضه؟ مظبوط. طيب الدعم اللي بيتقدم لأي حد موهوب بشكل استثنائي ولكن ما عندوش المقومات اللي تخليه يقدر يبقى إكويبت يعني بما يعني كما ينبغي في الرياضة دي، بيبقى ايه دور الاتحاد في هذا الاطار؟ والله ما هو انا بقول لك في الحقيقه قعدنا السنين اللي فاتت برغم ان احنا اخذنا كاس عالم واخذنا بطولات عالم ليها تسميات مختلفه يعني، الا انه السنه دي في دعم كبير جدا من الاتحاد المصري بكل القائمين عليه. كويس. حتى المدير الفني اللي هو عاطف العطار، حتى كويس. المدير التنفيذي اللي هو سيد معوض، كل الناس دي بمجرد انه التصفيات كانت هنا في مصر اللي هي الشهر اللي فات حقيقي دعموا اللعبه بشكل رهيب. ظهرنا بمظهر مختلف جدا جدا، كل البلاد اللي جت تصفي هنا اشادوا بوادي الفروسيه وقالوا انه ما فيش مكان زيه حتى بره، لدرجه انه كل الدول طالبين الفيديوز بتاعه المكان عشان يعملوا عندهم اكاديميز زيها. فالحقيقه لا يعني احنا بقالنا فتره كبيره الاتحاد يعني بقاله فتره كبيره جدا بيبوش كل حاجه تجاه الكله، لانه الحمد لله الابطال قادرين ان هم يحققوا. احنا عندنا كاس عالم في شهر 8 جنوب افريقيا. مظبوط. فطبعا يعني بيتهيألي لو اخذنا كاس العالم ده خلاص هنقفل اللعبه بقى، 3 كاس عالم هنبطل. كم حد هيشارك من عندنا المفروض؟ لا من هي كل بلد بتشارك حسب مين اللي تأهل. فغالبا في الاخر هنكون اقوى 10 دول في العالم. هو مين غير مصر؟ مين غير مصر في الرياضه دي؟ في دول كتيره جدا. بنتكلم في افريقيا، في تونس والمغرب، ليبيا، جنوب افريقيا. بنتكلم في دول بقى عربيه، في عمان، في والمشاركه النسائيه برضو محدوده عندهم ولا؟ لا لا بالعكس، كان في السنه اللي فاتت يعني 2022 في سبتمبر كان في بطوله العالم للسيدات. اوكي.
لالتقاط الاوتاد. لالتقاط الاوتاد وفي دول كتيره جدا شاركت. طبعا مصر ما حلفناش الحظ ان احنا نشارك، ما كانتش محطوطه يعني في ضمن الخطه بتاعه الاتحاد المصري الفروسيه، فما قدرناش ان احنا نروح. انا بس اللي يمكن رحت رئيس لجنه اعلاميه للبطوله، لكن لا مصر احنا واخدين قبل كده برونز ورابع عالم سيدات. بس ارجع اقول لك برضو، ومش بس مصر، مصر ودول الخليج المفروض يبقى تواجدها عالميا اكتر واكبر من كده بكتير، لان ده تاني هرجع اقول لحضرتك من ضمن موروثاتنا. صح. يعني في دول معينه فكره الخيل ده جزء رئيسي واساسي لا يتجزأ من هويتهم اصلا، ناهيكي عن تسيدهم لانواع معينه من الرياضات المفروض يعني ان حاجه زي مثلا الهجن، صيد الصقور، الفروسيه. فازاي احنا عندنا الموروث ده ومش اسياد الرياضه دي عالميا؟ لا ما احنا خلاص احنا اسياد رياضه التقاط الاوتاد ده عالميا يعني، كل اشكال المنافسات. لكن كل والله الفكره بس في الموارد برضو. يعني حضرتك بتتكلم انه لو دوله اجنبيه بتجيب خيل بمليارات مليارات الدولارز، فطبعا علشان كاتحاد مثلا تطلب من الدوله انا عايز بقى كام مليار دولارز للحصان بس شراء، مش بقول لك بقى ان انت تصرف على حصان. مش كل لاعب بيجيب الحصان بتاعه. لا طبعا ده يعني لو لاعب عمل كده ده بتبقى يعني حاجه فيفر منه رهيب. انا عندي اصحاب ليا بيلعبوا يعني يعني بيركبوا خيل وبيخشوا بطولات، هم بيجيبوا هم الخيل بتاعهم بيروحوا يشتروه. بس لو عندهم القدره مش كل الناس. بس حتى لو ان ده الطبيعي. لا حتى ده مظبوط، بس علشان صحابك بقى هينافسوا في الاولمبيات ليها تحضير تاني خالص. أوكي. فبتتكلمي في مبالغ تانيه، فدول الاجانب عندهم ده سهل، هم عادي ان هم يجيبوا بمليارات الدولارز وبارقام. هو ايه اللي بيخلي حصان يبقى بمليارات الدولارز؟ فعلا الموضوع بيبقى مخيف. ليه كده؟ بناء على ولما يموت احساسك هيبقى ايه؟ ده دفن جنبه لو بمليارات. لا بس طبعا لا، ما هي البطولات اللي من النوع ده تربه واحده والشاهد جنب بعض، هنا يركض الحصان وهنا يركض كريم. لا بس البطولات اللي من النوع دي بيبقى الجوائز بتاعتها قريبه جدا برضو من الاسعار دي. أوكي. بنتكلم في عربيات بورش، بنتكلم لا لو كده يبقى خلاص رولكس. ايوه بنتكلم ان الراعين ليها ناس توب. فعلشان كمصر احنا بنحاول باقصى حاجه ممكنه، اللي بيقدر انه يصرف على نفسه بيصرف، اللي بيقدر انه يصرف على حصانه بيصرف. ده احنا عندنا شباب زي الورد بيبقوا ماشيين بكارتات اصلا في الشوارع، عايز اقول لك بيعملوا بيها اكروبات، لو دخلوا مسابقه عالميه هيبهروا الكوكب. صح والله. طب انت برضو ما قلتلناش ايه اللي بيخلي حصان قيمته عاليه قوي وحصان تاني عادي تقليدي؟ بص احنا عندنا نوعين خيل اللي ليهم قيمه مرعبه كده، يا اما حصان عربي وده طبعا التوب الخليج مصر. طب. احنا فيه توب عن اي حته تانية. أوكي. وده غالي جدا، وتخيل بقى ان ده انت ما بتركبوش بقى ولا تنط ولا اي حاجه، ده انت ممكن تروح تدفع ملايين لانه ده ابن البطل مثلا فلان. الحصان فلاني اللي فاز بكذا، اللي فاز ببطوله الجمال سنه كذا، ده بنته. اوكي. تشتريه وتحطه كده بس، ولا وتنزليه بقى مسابقات جمال وخلاص، وبتدفعي جمال. مبالغ مرعبه. مثلا لا يعني ايه المجتمع ده؟ ايه المجتمع ده؟ والله فعلا ده انا لو هتجوزها بنت ملكه الجمال مش هدفع فيها المليارات. لا تخيل بجد انت بتدفع علشان بس انت بتمتلك شهاده. بس برضو هقول لك انك لو عندك الفرسه دي وجيت تجوزها بتاخد فلوس بريدنج بقى والحاجات دي طبعا. تاخد فلوس مرعبه علشان ترضى ان انت تخلي حصان يتجوزها فيجيبوا بيبي. ده موضوع. بالنسبه بقى للمليارات والخيل اللي الحصان ما يرضاش يتجوزها ليه؟ هو هيلاقي وبالنسبه على الاقل يستقر الحصان. بالنسبه بقى للموضوع التاني اللي هو الخيل اللي بتنط، لا طبعا الاولمبيات البطولات العالم الكبيره بتاعه الفروسيه زي ما بقول لك كفايه السبونسرز بس بيبقى الهدايا في المقابل حاجه مرعبه. وبعدين بتبقى خيل حتى لما تقف جنبها ده في صور بشوفها الخيل ان انت مش بني ادم. لا الموضوع بالعكس، هو ده اللي بني ادم. يعني بتشوف ايه ده؟ لا بجد في فعلا ما شاء الله. يعني اصل الحصان الحاجه الوحيده اللي ربنا يعني اقسم بيها وذكرها في القران، فيعني اكيد ده حيوان عند ربنا مكرم يعني غير الباقي. صح.
صحيح. طب هي الفروسيه او التقاط الاوتاد المفروض السن المناسب يبداوا، والسن اللي هو اخر سن ممكن حد يشارك يعني خلاص لو انا كبرت شويه بس ستيل في فرصه ممكن قد ايه؟ كبرت دي صعبه جدا، لسه بقول له ان انا كنت بلعب ضد واحده بنتكلم في 80 سنه. 80 سنه ما شاء الله ما شاء الله. لا ايه كده كتير، انت بتجيب لنا اخبار غريبه والله. لا خالص، وكملت وكسبتني لا يعني والله ما فيش اي صوره معاكي او حاجه مش فاكره. انا اكيد كنت بعتها للادب ممكن يلاقوها او ممكن يفتكروها راجل، لان هي بس هي اكيد بتلعب من زمان يعني تلعب بقى لها 60 سنه عشان كده يعني، فهي وهي مغمضه ممكن تركب وتلعب عادي وتشيل. الفروسيه يعني احنا او انا كمدرب مثلا بنصح ان احنا نبتدي من سن السته سبعه، ما بحبش قبل كده الا لو الولد او البنت جسمهم قوي يعني، وده بيبقى نادرا لانه طبعا اي وقعه كده كده اي حد بيركب بيقع ده لازم يعني. احنا عندنا مقوله زمان لازم تقع 99 مره عشان تاخد لقب الفارس اصلا يعني. فبنخاف من الوقعات في السن الصغير ده، كتير من الاهالي بيخافوا من الوقعات فعشان كده مش بيوجهوا قوي ولادهم طبعا للنوع ده من الرياضات. بالمناسبه فكره يعني اكيد الاتحاد ذات نفسه يهمه ان الرياضه اللي هو مسؤول عنها تنتشر وتبقى موجوده في وسط حتى شرايح مجتمعيه مختلفه. ممكن الكلام ده يتعمل ببساطه وسهوله في رياضات معينه زي كره القدم يعني، في حاجات معينه ايه سهله، معداتها سهله، المطلوب لها سهل، لكن عشان تنشري رياضه زي الفروسيه باشكالها وانواعها المختلفه في القرى والكفور والنجوع والمجتمعات اللي من الصنف ده، ده هيحصل ازاي؟ طبعا موضوع صعب جدا جدا عشان تقدر تنشرها في الحتت اللي حضرتك قلتها، ده موضوع يفوق الخيال. لكن هي الفكره كلها انه مش بس الاهالي اللي كمان بتخاف، احيانا بتجيب اولاد صغيرين بيبقوا خايفين جدا من فكره الحصان، هو عايز يلعب اي حاجه تانية غير ان هو يركب فوق حصان. مع ان لو اشتغلنا ان احنا ننشر الوعي انه رياضه الفروسيه دي بتعالج امراض ايه، بعيدا بقى عن ان انت تاخدها كرياضه، لا هي بتعالج امراض كتيره. بتعالج امراض الناس اللي عندها شلل بتساعده إزاي؟ طبعا بتساعده جدا سبحان الله. ازاي يعني من خلال ايه؟ ولازم يركب يعني، بيشيلوه من على الكرسي بيركب وبيربطه مثلا رجله طبعاً. مع الوقت هو بيبتدي عنده عضلات معينه بتبتدي تاني تتحرك، عنده اعصاب معينه بتبتدي تاني تشتغل، ده سبحان الله. بيعالج مرض فرط الحركه عند الاطفال اوكي، يعالجها جدا، ودي بتبقى من احسن الطرق كمان يعني. لو راحوا عند عيادات بروفيشنال بيتقال لهم لو تعرفوا تركبوه خيل تبقوا انتوا كده خلاص. حتى النوع ده من الامور بيعالج طبعا التوحد والاو سي دي والحاجات اللي من النوع ده ولا التوحد. اوه احسن علاج انك تودي ابنك وتوجهه او بنتك صح ان هو يلعب فروسيه. فلو اشتغلنا على ان احنا بس ننشر ثقافه انه الفروسيه بتعالج ايه، دي لوحدها هتبقى كفايه يعني، بعيدا عن ان انت تاخدها كرياضه وبحب الحصان وبحب اركب لا، ممكن تاخدها حتى ليك انت كلياقه، لانه الرياضه الفروسيه بالذات بتشغل كل حاجه، كل حاجه في جسمك، حتى تفكيرك حتى شخصيتك بتشغلها، مش بس انك مثلا، مش بقلل طبعا من الرياضات الثانيه يعني كل الرياضات جميله، بس لا الفروسيه حاجه ثانيه. حلو جدا. للاسف الوقت خلص، بس بجد يعني احنا استمتعنا حقيقي، ويمكن دي ممكن نختم بالصوره دي. ايوه هي دي اللي 80 سنه، كويس ان انتوا لقيتوها قبل ما نختم. هي لا يعني ما شاء الله، هي ما يبانش اولا 80، ممكن اقول 70. ما رحناش بعيد فعلا ما رحناش بعيد. لا بس برافو يعني، حاجه مبهره في كل الاحوال. هي نورتينا وبالتوفيق، وبجد اكيد فرحانين بيكي زي ما انت فاميليست. انا فاميليست تسالي كريم ازاي، فانا بنبسط بجد باي نموذج للمراه مصريه او غير مصريه، بس تحديدا طبعا المراه المصريه، ان هي بنبدا ان احنا نوعي ويبقى في ثقافه. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها حاجه المراه ما تعرفش تعملها، موضوع ملوش علاقه بالجندر، ليه علاقه بالمخ. فيعني بجد بالتوفيق ليكي. ميرسي لوجودك معانا، نورتينا في حلقتنا النهارده، وان شاء الله نشوفك على خير، ونشوفك بعد المشاركه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله وتيجي تحكي لنا عن ملابسات وتفاصيل الانتصارات اللي اتحققت. نورت الدنيا كلها. شكرا ليكي. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات، ونرجع عشان نستقبل تاني ضيوفنا في تاني فقرات الحواريه. خليكم معانا.